هحاول مع حضراتكم قبل ما ابتدي نقاشنا، لان بينضم لنا على التليفون سياده المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اللي برحب بيه في الحياه اليوم. مساء الخير يا سياده المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك. معلومات وصلت لنا ان حضرتك موجود في الحرم المكي يعني، ولسه منتهي من صلاه العشاء يعني، فادعي لنا وادعي لمصر اولا يا سياده المستشار. فانتهز الفرصه واحيي اخي الفاضل معالي الاستاذ عمر. اهلا وسهلا. وصديقنا الفاضل العزيز الاستاذ حافظ ابو سعد. يا اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. طيب سيادة المستشار، كنت بتكلم عن بعض الوزارات اللي لسه ما تمش الانتهاء منها، وفيما يخص حضرتك وزارة العدل ونادي قضاة مصر اللي بيتكلم عن اجتماع طارئ على يوم الحد، وكده وفقا للمعلومات الانتهاء من الوزارات بما فيها وزارة العدل هيكون على بكرة ان شاء الله. شايفين الازمة دي ازاي يعني، اذا كنتوا بتقيموها انها ازمة بالفعل؟ يعني المختصر المفيد، اتفضل. ازمة بدون لازمة. احنا يعني وكل الوطنيين في مصر وما اكثرهم يروا ان الاصلاح ينبغي ان يتجه صوب الاماكن المخطوبه او اللي بها اخطاء او اللي بها يعني ما يستحق الاصلاح، وحل الاماكن الهادئه المستقره ندعها لاننا في وقت احوج ما نكون فيه الى الاستقرار. تمام. نحن امام خصم شرس قوي. اليوم بيقتل الحارس الخاص بعضو يمين الاحصاء التي تحاكم الرئيس المعزول. ايوه فاهم. واحنا في وادي وفي ناس ثانيه في وادي خالص. يا سيدتي الفاضله. اتفضل. لو اذنتيني. اتفضل يا فندم. القضاه لم تصدر منهم ثمة شكوى من وزيرهم الحالي المستشار الجليل عادل بيه عبد الحميد. تمام. والامور تجري في وزاره العدل كما ينبغي واكثر كثيرا. وزاره العدل هي احد الوزارات القليله التي خضعت في ملف القضاء على الاخوان شوطا كبيرا. وزاره العدل تكلمت الامور وكثير من المحاكم والنيابات تم احراقها. تم تدبير الامور ذاتيا بالتعاون مع وزاره الاحتلال. وبهذه المناسبه بحيي وابارك واهنئ المهندس ابراهيم محلب بتكليف التشكيل الوزاره. وزاره العدل الشكاوى التي مقدمه في قضاء من اجل مصر منذ سنتين لم تتحرك الا في عهد الوزير عادل بن عبد الحميد، وقد تمت الاطاحه بعدد منهم في مجلس التاديب والصلاحيه، والباقون مقدمون بعد انتهاء قاضي التحقيق من اعماله الى محاكم الجنايات. عادل بن عبد الحميد قضى على ما لا يقل من 70 لـ80% من العناصر الاخوانيه التي كانت تسكن الوزاره وعناصر طار الاستقلال التي ترى انها انتصرت فيما لو ترك هذا الرجل موقعه، وانه احنا كلنا نعرف انه الحكمه القائله لعن الله قوما يضيع الحق بينهم، وان الدوله المسلمه الظالمه لا ينصرها الله وانما ينصر الدوله الكافره العادله. احنا عايزين نشوف وزاره بقي اكثر من 25 وزير فيها. لماذا يستبدل عادل في عبد الحميد؟ اولا هذا ظلم، هذا يتم رغم انف القضاه ورغم توافقهم. مع احترامنا لكل المرشحين وكلهم زملاء اعزاء، يعني مش معترضين على اسم بعينه يا سياده المستشار. احنا مش معترضين على حد. احنا معترضين على مبدا التغيير الان. مفهوم. باقي يا استاذه لبنى. نعم. على انتخاب الرئيس اشهر قلائل ثم ستتغير الوزاره لتعرض على البرلمان. لماذا يخص هذا القاضي الجليل بانه يخرج في هذا التصويت الحرج واحنا عندنا مشروعات؟ ومع حضرتك عمر دي مروان يعلم هذا. ايوه فهمت. هو مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري. نحن متفقون في الايام القليله القادمه على انه معالي الوزير
بالاتفاق مع رؤساء المحاكم الابتدائيه هينشئ دوائر ارهاب في المحاكم الابتدائيه علشان الجرح على جراح دائري الارهاب في محاكم الاستئناف. طيب معلش يا سياده المستشار، طب دلوقتي الوضع هيبقى عامل ازاي؟ يعني انا لسه بتكلم على ان مهندس ابراهيم محلب بكره هيحسم الامر بالنسبه للوزارات دي بما فيها العدل، وانتوا لسه بتتكلموا على مؤتمر او اجتماع عاجل على يوم الاحد، هل في اي تواصل ما بينكم؟ يا فندم احنا بنعمل اللي يرضي ضميرنا واللي يرضي ربنا واللي يرضي الوطن، وكل واحد يتحمل مسؤولياته التاريخيه. اثنين يا استاذه لبنى اتفضل يا فندم. أرجوكي ما تقطعيش إلا ما أخلص. أنا سامع حضرتك، اتفضل. ما تقطعيش إلا ما أخلص. أنا سامع حضرتك يا سيادة المستشار. اتفضل. المتفقين أيضاً وجنب القناتين قضائيتين رفيعتين المستوى. إنه الناس بتشتكي من بطء تقاضي في قضايا الإرهاب. صحيح. معهم حق. إحنا متقدمين لوزير العدل الحالي وهو مقتنع. لأنه يتقدم إلى رئيس فخامة رئيس الجمهورية بتعديل في قانون في 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 قانون محكمة النقض، لأنه إذا طعن على حكم وراء محكمة النقض أن الحكم به أعوار عليها أن تتصدى للحكم في الموضوع، لأنه لا الناس هتتحمل ولا البلد هتتحمل أن واحد يحاكم ويحكم عليه وتذهب القضية إلى النقض ثم ينقض الحكم ثم يعود مرة أخرى إلى محكمة الجنايات. الكلام ده البلد ما تستحملوش. الراجل بصراحة مش مخلي إطلاقا أي مشكلة في الوزارة عالقة. مشكلة الشهر العقاري أنهاها في خلال الأيام المعدودة. أما يجي الأمر ده كله متزامن مع الذي فعله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللي انا مش عارف مين لحد دلوقتي اتصل بيحميه. راجل مقدم الى محكمه الجنايات في ثلاث قضايا. اخرها قاضي التحقيق مقدمه في قضيه قضاه من اجل مصر. انشاء جماعه على خلاف القانون. انشاء جماعه تقول بان الذي حدث اختلاف وتسحب عنه الشرعيه. لما يجي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم وزير العدل هذه القامة والهامة العادية باتهامات باطلة تثبت النيابة العامة عدم صحتها ويقدم بسببها إلى محكمة الجنايات، يبقى النهارده يا فرحتك يا تيار الاستقلال ويا فرحة الخلايا الإخوانية. يقول لك هو يعني يا سيادة المستشار بشكل واضح كده حضرتك بتشوف ان اقالة المستشار عادل عبد الحميد في هذا التوقيت هيكون انتصارا للمستشار هشام جنينة وتيار. وبابا يقولوا كده يا استاذه رب. ها يا استاذه رب. ايوه يا فندم. يا فندم ده صرحوا بكده. حاطه الخاصه. يعني ازاي النهارده المتهم المقدم الى محكمه الجنايات يبقى في موقعه والبريء الذي يعمل من اجل مصر هي ليست هو الراجل استقال ده اقالوه. طب احنا عايزين نعرف ايه السبب؟ احنا مش كنا في عهد الماضي وما قبل الماضي النادي كمصريين انه لما تجيبوا وزير قولوا انتوا جبتوه ليه وهتمشوه ليه؟ ولما تمشوا وزير قولوا اقنعونا. ايوه قولوا مشيناه ليه؟ طب دلوقتي الراجل ده لا الناس لما تقعد النهارده تضرب احفادها. طب حضرتك ما حاولتش تتكلم مع المهندس ابراهيم محلب يا فندم؟ يعني ما فيش اي تواصل ما بينكم مع المهندس محلب؟ لا المهندس محلب مفيش ما بينه تواصل اطلاقا. ولانهم يقولون ان هذه الوزاره هي من اختصاص فخامه الرئيس. اقصد الرئيس اقول له سيب القضاء ملموم. سيب القضاء ملموم في هذه المرحله الحرجه. نحن ثمن قضاه مقدمين مذكره قالوا الاخوان بيطردوهم هم وعائلاتهم وابنائهم وحرقوا جزء من عربياتهم لانهم حكموا عليهم في اسكندريه. و خلي القضاء في سكته بلاش تشغله بقضايا فرعيه. مفهوم. ونضرب السلم والسلام الاجتماعي في القضاء انه يقول لك ده النادي مع المرشح الفلاني ضد فلان. كل المرشحين على عيننا وراسنا وكلهم اساتذه افاضل.
كلهم بنكن لهم كل التقدير والاحترام. القضية قضية لماذا نترك هذا الرجل منصبه في هذا التوقيت؟ على المهم حضرتك طرحت تساؤلات كتيرة، فاضل فقط يعني ان احنا نحصل على اجابات بخصوصها. ننتظر ونتابع يعني يا سيادة المستشار، وبشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر على مداخلتك.